قاتل جماعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيلقي إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد للنظام الملالي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر أيلول، وهو أحد مرتكبي مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30,000 سجين سياسي في إيران. أمر إبراهيم رئيسي بإعدام آلاف السجناء السياسيين ودفن الضحايا في مقابر جماعية لم يتم الكشف عن مكانها لعائلاتهم حتى الآن، وأولئك الذين يسألون عن أحبائهم يتم القبض عليهم. لا ينبغي السماح لرئيسي بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهو لا يمثل الإيرانيين، إنه جزار الشعب الإيراني المحب للحرية. عليكم محاكمة رئيسي الآن.